ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين والمسلمين، آمين. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيحه في كتاب التفسير سورة المائدة، قال باب قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال رحمه الله حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي، نعم هو من ثقات الأزوات. قال حدثنا أبي أبو الوليد بن عبد الرحمن الجارودي من الثقات. قال حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، عن موسى بن أنس، موسى بن أنس من الثقات، هو حدث عن أبيه، عن أنس رضي الله تعالى وأنس رضي الله عنه رضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله وجوههم لهم خنين صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من أبي؟ قال فلان. قال فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال البخاري رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة. وقال رحمه الله حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان قوم يسألون رسول الله استهزاء صلى الله عليه وسلم، فيقول الرجل من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي؟ قال فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال حتى فرغ من الآية كلها. هنا في قوله لا تسألوا عن شيء أن تبد لكم تسؤكم اختلف فيها العلماء، هل نزلت يعني نزلت فيما نزلت؟ البعض قال هي نزلت في من سأل عن البحيرة والسائبة والوصيلة، ولذلك جاء بعدها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقيل نزلت في من كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، استغفر الله. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا في الاعتصام مسلم والترمذي والنسائي وراية النضر، أخرجها مسلم عن جمع عنه من محمود بن غيلان، وأخرجه الإسماعيلي من حيث خلاد بن أسلم عنه، ورواية روح ستأتي في الاعتصام أيضا منه. قال القرطبي والخنين هو خروج الصوت عند البكاء ويكون من الأنف. عليكم السلام كذا. طه أنت تتخلف كثيرا، لما تتخلف كثيرا؟ وقال القرطبي والمشهور وخروج الصوت من الأنف يبغون. قال الخطابي ويقولون الحنين والخنين، المسألة أنه يبكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لو علمتم ما أعلم لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا لو لبكيتم كثيرا، فبكوا بكاء كثيرا. الغرض المقصود هنا في سبب النزول كما قلنا بأنه لما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل النبي الله أفرض الحج يعني كل عام؟ قال لو قلتها لوجدت ولا وجبت لتركتموها لكفرتم. وقال روى أحمد حديث أبي البختري قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا قال الحج في كل عام يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأوحي إليه. وطبعا هذا الحديث أصوليا احتج به العلماء أصوليا إيش على إيش؟ نعم هو قال لو قلت نعم لواجبت، فقالوا هذا هو مشرع هنا، والحقيقة أنه ليس مشرعا، هو ناقل إيش؟ ناقل للشرع. هذا الحديث يعني لو قلت لا نعم بوحي لا إيش؟ لواجبت. وهنا كان السؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم قام حذيفة قال له من أبي؟ قال أبوك حذيفة. وكانت أمه يعني سبته، قالت له يعني أنت يعني لو كانت أمك ألمت ما ألم به النساء في الجاهلية يعني تفضحها هكذا. وكان وقام آخر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه أبي؟ قال أبوك اسمه سعد، نسبه لغير أبي. فبكى عمر وقام قال يا رسول الله استر علينا ستر الله عليك، فإن قوم قريب عهد بالشرك. وفي رواية وهذه رواية صحيحة الأفضل في ذلك هو أنه جثى على ركبتيه وبكى وقال آمنت بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا بالله بما جاء الله وآمنا برسول الله.
فسكن وهدأ النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما كانوا يقولون ذلك، فقال سلوني. نعم. ولذلك غضب جسى عمر رضي الله عنه وارضاه على ركبتيه وقال: آمنا بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم قال البخاري: حدثنا الفضل بن سهل وهو الأعرج ثقة، مات سنة 55 ومائتين بغداد. حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم مات بغداد أيضا سنة 7 ومائتين. حدثنا أبو خيثمة هو زهير بن معاوية الحافظ، مات بعد 70 يعني قبل موته. حدثنا أبو جوالية وحطاف أو حطان بن خفاف أو ابن خفاف ابن زهير الكوفي تابعي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، وهذا من المنافقين أو اليهود. نعم. فقال قال رجل: من أبي؟ يقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: لا تسأل عن شيء تبدأ لكم فسؤكم. وهذا فيه أنه الستر يكشف، لما قال له أبوك سعد وهو ليس بأبي، يعني نسب الغير أبي، فكان الأمر شديدا عليهم. عمر الخطاب نفسه صرخ وقال: استر علينا يا رسول الله. وهذه تعلم الإنسان تعليما: لا سأل عن شيء أن تبدأ لكم تسؤكم. هذه معناها أن الإنسان لابد أن يدرب نفسه ألا يكون ثرثارا وألا يكون فضوليا. الفضولي طفولي، والطفولية سيئة جدا في الشخص، والإنسان الفضولي لا يشبع فيكون يعني يتطلع لما يؤذيه، وأيضا سيؤذي الناس. أما يكون فضوليا يؤذي الناس، لأنه شوف النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرجل الذي يجلس بين اثنين هما يعني يتكلمان يكون وقع في كبيرة في هذا الباب، لأنه إما متجسس وإما مؤذي لاثنين بيتكلم معه. فالغرض المقصود مسألة الطفيلي أو الفضولي هو يؤذي نفسه قبل أن يؤذي الناس. ولذلك قال: سرعا شأن تبدأ لكم تسوقكم. سكت الله عن أشياء لكم فهذا عفو، كما بين لكم أمور واجبات فعملوا بها ومحرمات فانتهوا عنها. قال: وسكت عن أشياء. سكت عن أشياء إيش؟ رحمة بكم، فهذا عفو فلا تسألوا عنها. ولذلك كان أسوأ الناس من حرم بسبب سؤاله على الناس، أم يعني حرم أمر كان حلالا لهم. الذي بعده. قال البخاري رحمه الله: باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال: وإذ قال الله يقول قال الله، وإذ ههنا صلة. قال: المائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية وتطليقة بائنة، والمعنى ميد بها صاحبها من خير، يقال مادني يميدني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: متوفيك مميتك. وهذا عجيب، لأنه متوفيك هنا الأصح كما قال الطبري غيره أنها منينك، يقول مميتك، هذا على من قال بأنه قتل نمش. تفضل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل من قريب من سقاط الأزبات رحمه الله الجماعة. حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد من سقاط الأزبات يروى عن أبيه وعن غيره. قال: عن صالح بن كيسان. صالح بن كيسان من سقاط الأزبات. قال: عن ابن شهاب. شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث. عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب وهو أفقه التابعين على الإطلاق. أنه قال رحمه الله: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. قال: الوصيلة الناقة والبقر. هذا شوف يجو كل الكفر الذي جاء بعده هو يحمله عند ربنا، هذا عذاب سيكون إن شاء الله، أعوذ بالله من غضب الله. قال: والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعض بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. قال: والحامي فحل الإبل يضرب الضراب المعدودة، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل لم يحمل عليه شيء، وسموه الحامية. قال البخاري: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: سمعت سعيدا قال يخبره بهذا. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه. قال البخاري: ورواه ابن الهادي عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني
قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة رحمة الله عليه ورحمة الله عليهم جميعا، عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه، وهو أول من سيب بلى بلى يا محمد اسماعيل، بلى بلى والله، يقع في كل كبيرة ولا يحملها على أحد. أنجى له عند ربي جل في علاه، كلما عدد خلفه أعدادا كلما ثقل حلمه جدا، حمله جدا. تفضل انت الباب، جزاك الله خيرا في هذا الباب. هو هنا ما جعل من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حماد، الجاهلية فعلوها شركا بالله جل في علاه. اخترعوا البحيرة، وشوف قال سامي صاحب البحيرة التي يمنع درها للطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا سيبونها لآلهتهم، كلها شرك بالله جل في علاه، لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرو بن عامر بن الخزاعي يجر قصبه، قصبه معدته يعني، قصبه نعم، في النار، كان أول من سيب السوائب والوصيل الناقة، قلنا سيبوها ثم ذلك يسيبونها لآلهتهم، والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تسنى بعد بأنثى، وكانوا سيبونهم لطواغيتهم، وإن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء، وسموه الحامي. وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن زهري عن سمعت سعيدا قال يخبره بهذا، فقال وقال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحو، يعني التفسير هو تفسير مرفوع في قولي هنا في كلام ابن عباس. في المائدة أصله معروف من كعيشة راضية، هي تميد من الميد وهو التحرك. قال الزجاج أيضا: المادة يميد إذا تحرك. يقول إذ هنا صلة المائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية وتطليق بائنة. عامة الأصل في هذا الحديث وهو ما حدث من عمرو بن عامر، إنما هو عمرو بن الحي واسمه الحي ربيعة بن حارثة، كان رجل هو الذي سايب السواب، هو الذي نقل الأصنام إلى الكعبة فعبدت من دون الله جل في علاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه في قاع النار يجر قصبه معدته وهو في النار عقوبة له، وهذه دلالة على أنه يحمل ما وزر ما فعل، دل الناس على الكفر والشرك بالله جل في علاه. الوصيلة الناقة البكر تبكر أو النتاج ثم تسنى بأنثى كما صارت عن النساء، ولكن هذا الوصف أيضا صار وصفا مرفوعا، لأن أبو هريرة قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ابن الهادي عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. وأخرجه الإسماعيلي أبو نعيم من حديث الليث عن ابن عبد الهادي به نعم. وثم ساق حديث يونس عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه، وهو أول من سيب السوائب. وقلنا بأنه المسألة الكبيرة هو أن تكون رأسا في الباطل، ولذلك قال علماؤنا: الرجوع إلى الحق من أعظم ما يكون، من أعظم ما يكون، ولسان حال كل امرئ يقول: ولن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل، نعوذ بالله من ذلك. وأما هذا فقد يعني ما الذي بينه وبين الله جل فلا أن يجعله الله جل فلا حاملا لواء الكفر والشرك في الأم في الدنيا بأسره. كل أحد جاء يعني كافرا من العرب كان بسبب عمرو هذا الخبيث إبليس هذه الأمة، فوجد في النار نعم. لذلك فإن الله جل في علاه جعل أول قاتل من بني آدم يحمل كل قتل يأتي بعده إلى يوم القيامة. من قتل أخاه من بني آدم فإنه يحمل كل قتل إلى يوم القيامة. انظروا كيف من عمل سيئة كيف يحمل وزرها وزر من عمل بها من بعد. ماشي آتي الباب بعد. قال رحمه الله: باب وكنت عليهم شهيدا ما دنت فيهم، لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهذا على ختام السورة يعني قريب من ختام السورة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما
ورحمة الله عليهم جميعا عن ابن عباس أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غلة. ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال إلى آخر الآية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: فأقول كما قال عبد الصالح عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. طيب، هنا نقول في هذا الباب، الله المستعان، هذا الباب مرعب جدا، هذا الحديث مرعب جدا. أولا قوله: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، هذا قاله عيسى عليه السلام، صحيح؟ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: إن كنت قلته فقد علمته، وتعال ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فقال: وكنت شهيدا، وكنت معهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيبة عليهم. هذه المسألة مسألة عظيمة، يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث بعده أمور ما كان يعرفه، وهذا أيضا دلالة على رد على الصفية الذين يقولون أنه يعلم في قبره كل شيء، نعوذ بالله من هذا الضلال المبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يختلج من بين يديه أناس، فيقول: أمتي أمتي، في رواية يقول: أصحابي أصحابي، يقول: يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك، فقل: صحخا صحخا ما بدل بعدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلة، يعني حتى الختان يرجع على ما هو عليه. كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: ما يحيي العظام وهي رميم، قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو كل خلق العليم سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله تعالى: قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وقال: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل: بلى وربي لتبعثن. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: لم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فض أربعة من الطير فصلهن إليك ثم جعل كل جبل منهن جزء ثم دعونا يأتينك ساعيا. فشوفوا الله تعالى يعني بيّن له كيف أيضا يعني يحيي، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك وعلم ذلك بأبي هو وأمي. ولذلك قال: تحشرون حفاة عراة غرلة، حتى الختان يرجع، حتى الختان يرجع إلى الإنسان. حتى لما قال حفاة عراة، قالت عائشة: يا رسول الله، وينظر بعضهم البعض. قال: الأمر أشد من ذلك يا ابن الصديق، الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. لذلك قال: أول خلق يكسى يوم القيامة هو إبراهيم عليه السلام. قلنا أنه خلعوا ثيابه وألقوه في النار، أضرموا النار وألقوه فيها، فكانت المكافأة والشكر له، كان أول من يكسى إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء. قال: وأنه يجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم من ذات الشمال فأقول: يا ربي أصيحابي أصيحابي. وهذا وجه الشاهد هنا: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيبة علي. لأنه قال لا تدري ما أحدث بعد، ما لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. وهذا تأتي على اثنين، تأتي إما على الذين قد ارتدوا يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين عبدوا الأصنام، لأنه أبو هريرة قال: مات رسول الله مات واستخلف أبو بكر، قال: وكفر من كفر من العرب إلا المدينة ومكة وطائف من بقايا من أهل الطائف، والباقي ارتد عبد الأصنام أو المنافقون الذين كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. في رواية قال: لا تدري ما أحدثوا بعدك، وش قال بقى؟ صحقا صحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. قال أضيف قولي: برجال من أمتي، قال بعضهم: هم المنافقون، وقيل: هم مسلمون قصروا في بعض الحقوق. بل أقول هذه تشمل المنافقين وتشمل المبتدعة، وتشمل المبتدعة، وهو في قوله: من أمتي، من أمتي، دلالة أنهم على أهل الإسلام، إما ارتدوا وإما وكانوا أو أنهم نافقوا وكانوا من المنافقين، وإما أنهم ابتدعوا في دين الله جل وعلا وحادوا عن الجادة، لذلك يعني أخذ بهم. قال البخاري رحمه الله: باب قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا القول فيه اليسر، كإبراهيم عليه السلام. أما موسى قال إيش؟ ربنا اجدد على قلوبهم واطمس على أموالهم
فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أعوذ بالله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان. محمد بن كثير هو العبدي، سفيان هو الثوري. قال حدثنا المغيرة بن النعمان. المغيرة بن النعمان من سقاط الأزبات رضي الله جماعة. قال حدثني سعيد بن جبير. سعيد بن جبير وهو من أخص تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسعيد بن جبير كما قلنا أنه مات قتله الحجاج، قتله ما قتله هو كان الناس إيش أحوج ما يكونون إلى علمه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة، صحابي ابن صحابي حبر هذه الأمة. نعم. رضي الله عنهم جميعا. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إنكم محشورون، وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول كما قال عبد الصالح عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الله. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. جزاك الله خير. هنا هذا ختام السورة صحيح؟ الحمد لله. نعم نعم نعم. هو يبين قول عيسى عليه السلام: كنت عليهم شهيدا، على جهة التسليم لله جل في علاه، وقد علم أنه لا يغفر لكافر، لكن هو قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني إن كان أنت تبع، يعني أنت القادر، إن عذبت الجميع فهم عبادك، إن رحمت الجميع فهم عبادك، لكن الحكمة هنا تأبى، تأبى لأهل النار أن يدخلوا الجنة، تأبى حكمة الله جل في علاه. حياكم الله بيكم. نعم. وترك الأمر برمته على الله جل في علاه، وتمنى إن كان يكون لهم الخير إن تغفر لهم، إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لك حكمة تضع شيء في موضعه، وأنت القادر على أن تغفر له. ولا يقال بأنه أهل عيسى كان يعلم أن الكافر لا يغفر له، هذا كلام ما يطرح على كلام عيسى، لكن هذا ختام سورة المائدة، ويفتتح ذلك سورة الأنعام. الفوائد المستنبطة: خطر البدعة، المنافق في قاع النار، يقول صحابي صحابي لا تدري ما أحدث بعدك، التمثل بأقوال الأفاضل، الدل على الشر كفاعله، جاء الشرع بكسر الشرك ونشر التوحيد. قضية الكون الكبرى. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.